بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، إن مفهوم الأمن الغذائي أصبح يعتبر ركيزة أساسية للأمن القومي بل للأمن والسلم العالميين، وخاصة بعد ما شاهده العالم خلال العامين الماضيين من أزمات ومواقف غير مسبوقة، من أهمها جائحة كورونا وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية. وكلا هذين التحديات أدت إلى ظواهر وظاهرة التضخم الذي يعاني منه العالم، والذي نتج من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة. ومثال بعد إذن حضرتك، البترول في يونيو 21 كان 60 دولار أو أقل، ثم وصل في هذه الأزمات إلى أعلى من 120 دولار. وكذلك السلع الرئيسية، القمح كان أقل من 300 دولار، وصل بعد الحرب الروسية الأوكرانية إلى 520 دولار، ثم انحصر بعد ذلك إلى 340 و350 و360. كل هذه الزيادات جعلت من مفهوم الأمن الغذائي أولوية أولى في أجندة كافة الحكومات وكذلك كافة المؤتمرات الدولية. وكان من رؤية سيادتكم في هذا المقام، ولا بد أن نحق الحق، أن هذا تم توجيه سيادتكم قبل حدوث هذه الأزمات بأهمية وضع استراتيجية لمفهوم توفير السلع الأساسية في جمهورية مصر العربية. اعتمدت هذه الاستراتيجية على ثلاث محاور، أولها تدبير التمويل اللازم لذلك، ووجهتم سيادتكم في أواخر 2017 باعتماد 1.8 مليار دولار لرفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية في مصر. ومن ثم كان لابد من الحفاظ على مستوى آمن من السلع الاستراتيجية في جمهورية مصر العربية، وكذلك ضبط وحوكمة منظومة التوزيع. هذا ما كان يمكن أن يحدث إلا بمشروعات عملاقة، ومنها مشروع الصوامع الذي تم زيادة الساعات التخزينية من 1.4 مليون طن، وإحنا كنا في 2014، إلى النهاردة عندنا 3.4 مليون طن ساعات تخزينية، وتم اعتماد المرحلة الثانية من ذلك، وسوف يتم خلال العام القادم إضافة 600 ألف طن حتى نصل إلى 4 مليون طن ساعات. ليس فقط كذلك، ولكن تم إضافة ساعات تخزينية لمستودعات الزيوت، وكان من المهم جدا وأدت إلى قدرتنا على امتصاص الكثير من الصدمات نظرا لوجود احتياطي استراتيجي من الزيوت. أما بالنسبة لمنظومة وحوكمة منظومة التوزيع، فسيادتكم اعتمدتم تطوير منظومة التجارة الداخلية برضو في الربع الأولاني من 2000 في أواخر 2017، وتم النهاردة ونحن نتكلم وجود 15 مشروع في 10 محافظات لإيجاد مناطق لوجستية، المساحات ما بين 100 فدان و60 فدان و40 فدان، بالإضافة إلى المخازن الاستراتيجية. تم التعاقد على إنشاء 4 مخازن استراتيجية على مساحة كل مخزن أو مجموعة المخازن على 10 أفدنة في الشرقية وفي السويس وفي الأقصر وفي الفيوم، حتى يمكن ضبط منظومة وجود احتياطيات تخزين استراتيجية على مستوى الأقاليم المختلفة. ثم كذلك منظومة المنافذ التوزيع، تم إضافة 7340 منفذ جديد لشركات الجملة، اللي كان عندنا فقط 1300 زائد البدالين 30 ألف، يعني النهاردة بنتكلم فوق 40 ألف منفذ توزيع موجودين بانتظام على مستوى الجمهورية. ده أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، لسبب الإتاحة أساس تحقيق توفير وإتاحة
السلع، ثم كذلك قدرة المواطن على الوصول لها، ثم ما تفضلتم سيادتكم اليوم النهاردة بأهمية إتاحة هذه السلع بسعر عادل أو سعر منافس أو سعر يستطيع المواطن أن يحصل على هذه السلع. نتيجة هذه الاستراتيجية النهاردة وإحنا بنتكلم عندنا على مستوى الجمهورية 4.5 شهر للقمح، وكل سنة وإحنا جميعا طيبين، موسم القمح إن شاء الله على 15 أبريل، بمعنى إن إحنا إن شاء الله داخلين الموسم وفي مستوى آمن من هذا الموضوع. ووجهتم سيادتكم إن إحنا رفعنا سعر الأردب من 820 جنيه العام الماضي إلى 1250، وإن شاء الله لو في أي تغيرات ننظر فيها حتى يمكن الحصول على أكبر كمية من الأقماح المحلي. بالنسبة للسكر حصل طفرة حقيقية في إنتاج السكر، مع إن المساحة المنزرعة من القصب قلت نسبيا، ولكن تم زيادة مساحة البنجر، ويمكن دي من المشروعات العملاقة اللي هي في الدلتا الجديدة، وتم زراعة مساحات كبيرة جدا من البنجر، أدت إلى تعويض النقص في زراعة قصب السكر. والنهاردة وصلنا لمدى كفاية 91% من احتياجات الدولة المصرية، وكان في 2017 75%. السنة اللي فاتت احنا ما استوردناش إلا 200,000 طن خام حتى نستكمل الاحتياجات في بطاقة التموين، وقبل كده في 2017 استوردنا 1,000,000 طن، وبالتالي الحمد لله ماشيين ناحية اكتفاء ذاتي، وسوف يتم الاكتفاء الذاتي بعد الانتهاء من تشغيل مصنع القناة اللي هو موجود في غرب المنيا، وده من المصانع الكبيرة جدا، هينتج حوالي 600,000 طن، هيغطي الفجوة اللي عندنا اللي تقارب حوالي 400,000 طن، ويمكن أن نصدر سكر فيما بعد. بالنسبة للرز، الرز مصر عندها اكتفاء ذاتي من الرز، إنما احنا بالنسبة للرز التمويني لدينا 3 شهور، وجاري عمل التعاقدات اللازمة حتى يتم توفير الرز طول العام إن شاء الله. بالنسبة للزيت، الزيت ده كان من أحد المعضلات الرئيسية، لسبب احنا بنستورد، وده لازم يبقى واضح بالنسبة لنا، حوالي 97% من الزيوت النباتية اللازمة لمصر، فتم وضع خطة إن شاء الله السنة دي يتم زراعة 250,000 فدان فول صويا و 100,000 فدان عباد شمس، حتى يمكن أن نقلل ونزيد من الإنتاج المحلي في ذلك. وتم اعتمد سيادتك تطوير مصانع الزيوت، وجاري الطرح لهذا الموضوع، إنما لدينا احتياطي مخزون لدينا في مصر 4.9 شهر. بالنسبة للحوم الحية، أنا التعاقدات مع الشركة المصرية السودانية مستمرة، وعندنا كفاية 6 أشهر، وبنستورد من خلال الخدمة الوطنية كذلك اللحوم المجمدة من السودان. بالنسبة للفراخ الحية لدينا اكتفاء ذاتي، ولكن هناك بعض التقلبات في الأسعار، ده جاية نتيجة موضوع آخر جدا، إنما لدينا اكتفاء ذاتي من الفراخ الحية، والفراخ المجمدة بنستعين بها في بعض المواسم، ولدينا احتياطي 4 أشهر من الفراخ المجمدة. وبالتالي هنا لدينا بناء على توجيهات سيادتك واستراتيجية الحكومة في هذا المقام، إن احنا عندنا احتياطي استراتيجي آمن الحمد لله، واستطعنا أو استطاعت جمهورية مصر العربية أن تجابه كافة الأزمات التي حدثت في العالم وأثرت على جميع الدول، ولكن الحمد لله لم يحدث نقص في السلع الأساسية في جمهورية مصر العربية، وهذا لتوجيهات سيادتك والإدارة المنضبطة والتعاون مع وزارة الزراعة وكافة الحكومة حتى يمكن تأمين هذا الموضوع. بالنسبة بقى لهذا الصرح العظيم واللي هي الشرف أن أكون دكتور علي، من فضلك رجع اللوحة اللي فاتت لو سمحت. أنا بس هنا عايز أقول إيه، هو الدكتور علي قالها في كلامه، قال إن إحنا يعني إحنا
الكلام اللي احنا مأكدين عليه 6 شهور يا دكتور مصطفى. مش كده يا دكتور علي؟ بس انا عشان بس نتوقف قدام مثلا القمح والرز والسكر، ان لا حاضر منا منا سوري لا لا متأسف لا يا دكتور علي مفيش اسف ولا حاجه والله متأسف. انا بقول كده مش لحضرتك طبعا، انا بقول كده للناس اللي هي بتسمعنا وبتشوفنا عشان تبقى مطمنه، ومش عايزين نتكلم في موضوع الاكل ده كتير في التلفزيون. تاني بقولها ما يصحش، تاني بقولها الحاجه موجوده واحنا شفافين جدا معاكم وصادقين جدا معاكم وبنقول لكم كل حاجه. لما بيقول موسم القمح وموسم الرز وموسم البنجر والقصب، ده معناه ان حتى لو انت شايف النهارده 4.5 شهر للقمح، ده معناه ان الانتاج القادم هيخليك يعني ده بيسلم ده، واحنا محافظين على 6 شهور رغم ان ده بيكلفنا اعباء ماليه. انا عايز اقول لكم كلمه 6 شهور معناه ان انا بقى احبس او احجز فلوس لمده 6 شهور، صح كده؟ يعني بشتري واحطهم في المخازن، مش كده يا دكتور؟ صح يا فندم. ده اللي احنا بنعمله، ده تكلفه كبيره جدا في ظل اللي احنا بنشوفه في العالم كله، لكن لا باس احنا مستمرين على موقفنا رغم الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي بتقابلنا. لكن عايز اقول ان حتى لو انت بتشوف النهارده 4.5 او 3 او 3.5، ده معناه ان الانتاج القادم اللي هو خلال شهور يمكن ابريل ولا حاجه بالكتير، مش كده؟ والسكر ده بعد اذن حضرتك، السكر احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في القصب، وفي فبراير بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في البنجر. يعني موسم السكر المصري هيبدا من فبراير الى 6/7. في انتاجنا بننتج 2.8 مليون طن سكر، اللي هما بيغطونا اكتر من واحد. يعني لو انا عايز اكتب صح ان شاء الله السكر الى اخر العام. طيب. لو عايز اكتب كده يعني. طيب. ما انا بنتكلم على الوضع اللي موجود اللي في مخازننا دلوقتي، مش كده؟ صح، اللي موجود في مخازننا. نيجي بس لموضوع الزيت، وانا عايز اقول لكم ان احنا تقريبا كنا بنتكلم في الموضوع ده امبارح يا دكتور مصطفى، وبنقول ان احنا بنستورد 2.5 مليون طن، مش كده يا دكتور علي؟ طبعا. وده اكتر من 90% من احتياجاتنا. لكن احنا يعني شغالين في خطه بنتكلم في 250,000 فدان فول صويا دلوقتي، والسنه الجايه ب 500,000 فدان صويا عشان نزود حجم انتاج الزيت من الفول الصويا المحلي، وعشان الفلاح المصري يستفيد من ده بدل ما احنا نشتري من بره. شوفوا يعني ما تنسوش ان البلد في خلال 30-40 سنه زادت بنسبه كبيره جدا جدا عدد السكان بتاعها، بس احنا كمان في الوقت ده الدوله ما قدرتش تعمل خطط وتنفذها تجابه بيها هذا النمو الكبير. يعني الدكتور علي بيقول لي احنا كنا 1.4 من 10 ساعات تخزين، احنا المفروض يبقى اكتر من 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 6 مليون طن عشان الذره والرز والقمح، مش كده يا دكتور علي؟ طبعا. بغض النظر عن خطه استخدامهم كصوامع. طب احنا هو بيقول في 600,000 طن، وبنقول احنا حتى الكميه دي مش كفايه، مش كده؟ وبنشجع المستثمرين قالوا ان هم لو عايزين يعملوا مناطق لوجستيه في الموانئ الرئيسيه او في هيئه الاقتصاديه لقناه السويس، احنا ايه؟ مستعدين. مستعدين ليه؟ عشان يبقى مصر في موقعها ده تقدر تستفيد من الموقع ده بان هي تبقى منطقه لوجستيه مش لمصر، للمنطقه كلها وللعالم لو امكن، مش كده يا دكتور علي؟ هناك حوار لعمل مثل هذا الموضوع. ما انا الحوار لما انا ما بفكرش لما الحاجه تبقى قدام عيني كده ان شاء الله، طول ما حوار ما لا لا لما اشوفها قدام عيني على كل حال. فاحنا ماشيين في ده وبنحاول نقلل الفجوات اللي نجمت على النمو خلال السنين اللي فاتت وما حصلش نمو مماثل ليه في الدوله. وهنا هقول نقطه مهمه قوي ليكم كلكم، كتير من النقاش اللي بيدور يقول لك ايه كانت اولويات الدوله في الوقت ده، كانت المفروض تتغير للصناعه بس يا دكتور مصطفى، وده كلام صح، ده كلام ايه صحيح، بس انا كانت الامور كلها محتاجه جهد في كل
بكل المحاور. يعني ما كنتش اقدر اعمل اسيب البلد كخطه تجمد كل شيء تاني اكتر ما هو متاخر، واقول ايه طب خلونا نعمل نطور في الصناعه لان العائد بتاعها اكتر. ده كلام صحيح، ده كلام مظبوط، بس انا ما اقدرش اعمل ده واسيب بقيه القطاعات اللي كانت فيها مشكله. يعني خلينا نتكلم في قطاع زي قطاع مثلا الري، ده قطاع مهم قوي. طب وانا لما اعمله هو في عائد مباشر كتشغيل صناعه او كلام من هذا القبيل؟ ابدا مش هيبقى فيه، ده بالعكس ده كلها عن حاجات خدمات، مفيش عوائد مباشره منها على ان انا انتج حاجه بشتريها من بره او اصدرها حد. فكان لابد ان احنا نتحرك في كل المجالات في وقت واحد، حتى لو كان عوائدها مش هتبان دلوقتي. والنهارده لما بنتكلم على مصنع زي اللي انتوا بتشوفوه، احنا تالت مره نيجي هنا. لو النهارده تتصوروا ان ده كلها حاجات نسبها مش كبيره قوي، يعني المصانع العين رغم من ضخمتها مش نسبه كبيره بالنسبه للدوله المصريه اللي فيها 105 مليون. انت بتتكلم في 18% و20% من الاستهلاك المحلي، والباقي الشركات الاخرى بتاعت القطاع الخاص بتسده. لكن عقبال ما اتعملت خدها وقت قد ايه؟ عقبال المصنع بيتعمل، احنا هنفتتح خلال ان شاء الله الشهر الجاي المجمع بتاع الاسمده الازوتيه. احنا بنتكلم واحنا في منتهى الضغط، ضغط العمل عشان يخلص، بنتكلم في 2.5 3. طب بيشغل كم واحد؟ لما يكون انت عندك فجوه 20 30 مليار دولار بين الدولار اللي انت عايزه وبين الدولار المتاح لك، عشان توفره بصناعات تجيب لك ال 20 30 مليار دول، انت عايز تعمل شغل مش اقل من 100 مليار دولار، ولا انا بقول مش اقل من 100 مليار دولار، وعايزك مده زمنيه مش اقل من 5 ل 7 سنين، ولا لا طبعا. طب هل الدوله بس اللي تقدر تعمل ده، ولا الدوله والقطاع الخاص؟ طب في تشجيع؟ طبعا. طب ما احنا قلنا الرخصه الذهبيه ليه، واحنا مستعدين اكتر يجي اي مستثمرين محليين من مصر او حتى من الخارج، واحنا نيسر لهم والاتصال المباشر مع دوله الرئيس ومعايا. انا مش ببعد عن اللي حضرتك بتقوله، بس ده جزء من الواقع اللي احنا عايزين نغيره ونحسنه لافضل من كده. فانا بس عايز اطمن الموضوع السلع موجوده ومفيش فيها مشكله ولا اي حاجه، والازمه اللي مرت علينا خلال الثلاث اربع شهور اللي فاتوا دول ان شاء الله ما تجيش تاني، ونكمل فيها بشكل نكمل يعني طريقنا بشكل افضل من مما كنا عليه. تاني ارجو ان احنا موضوع يعني الكلام على توفر، ممكن يعني عشان برضو يبقى غطيت الكلام كله، يقول لك ايه بس الدكتور علي مش قادر يسيطر على الاسواق. طيب يعني وده كلام مهم يا دكتور علي. مش في البرلمان كلموك في النقطه دي وقالوا لك يعني طيب ما هم، وده كلام مهم صحيح، لان في الاخر المواطن هو اللي بس عايز اقول لكم النهارده يعني ده بيتكلم عنده هو تابعه هو 20 30 الف منفذ، مش كده؟ غير منافذ بتاعه القوات المسلحه ووزاره الداخليه، يعني لو حطيت دول معاهم كمان يمكن يخش لهم في 35 40 الف منفذ. ده عشان يحاول يخفف من حجم الازمه الكبيره اللي احنا بنتكلم فيها على مستوى العالم. لكن ما حدش يتصور ايه يقول لك احنا بنخش محل نلاقي هنا بثلاثة ونغيب من المحل ده بثلاثة ونص. صحيح ده صحيح، بس ده امر يعني لو انتوا النهارده تصورتوا ان احنا ممكن كدوله، انا صادق معاكم، سواء وزاره التموين او وزاره الداخليه تقدر تقوم بدور في انها تعمل تسيطر على ده صعب. لكن احنا كمواطنين لو لقيت المحل ده غالي ما اشتريش منه،
ونبقى اديناهم الدرس انك انت بدل بتغلف اسعارك اكتر من غيرك بلاش منها خالص لغايه لما الامور تنتظم معانا ومع الجهد اللي بنقوم بيه في الرقابه من التموين ووزاره الداخليه واحنا كل يوم وبنعلن ده. وانا يمكن برضو يعني مش مستريح كل يوم وزاره الداخليه تطلع مسكنا ومسكنا ومسكنا يعني انت مطلعنا شكلنا وحش قوي بس بجد كل يوم في النشر يقول لك مسكنا مش عارف كم واحد ما تمسكهم وخلاص يعني اتفضل استريح. اتفضل دكتور علي. بشكر حضرتك جدا بجد الشكر موصول. نيجي هنا بقى للأخبار السارة والأخبار الهامة جدا وهو الافتتاح المرحلة الثانية من هذا المجمع العملاق ومدينة والمدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز. بأمانة وليس مبالغة يمثل هذا المشروع إضافة حقيقية للقدرات الصناعية والإنتاجية لجمهورية مصر العربية، بالإضافة وهذا هام جدا أنه نموذج حقيقي يحتذى به لمفهوم تكامل الصناعة وكذلك الجودة والكفاءة. والثلاث حاجات دول مهمين جدا. وإذا بصينا لمجمع سايلو فود هنجد أن زي ما جه في البرزنتيشن أو في الفيلم اللي شفناه أن القمح بيجي في الصوامع بتحافظ عليه على أعلى جودة، ثم المطحن كان نفسي يطلع صور للمطحن على أعلى مستوى من المعدات والدقة في هذا فينتج دقيق جيد، يتم توزيع هذا الدقيق أوتوماتيكيا على خطوط الإنتاج سواء خط إنتاج البسكويت سواء خط إنتاج المخبوزات سواء خط إنتاج المكرونة، ثم يتم عملية الإنتاج زي ما احنا شفنا، ثم التغليف ثم التعبئة ثم التخزين ثم التوزيع. هذا المفهوم مفهوم متميز لسبب من الواضح التكامل واضح ان كل العمليات موجودة دون التدخل البشري، الجودة واضحة من الاعتمادات الموجودة وكذلك جودة الآلات المستخدمة، ثم بعد ذلك الكفاءة لسبب عندما يكون هذا الإنتاج وهذا الكم وبهذه الطريقة نجد أن نستطيع أن نتحكم في الأسعار وبالتالي نحصل على كفاءة إنتاجية عالية. ليه أنا بقول كده؟ لسبب هنشوف في الكلام اللي هقوله بعد كده كيف أثر ذلك على المواطن وعلى السعر في هذه المنتجات الهامة. النقطة الثانية وبشكر فخامة الرئيس وليس لنا لي حاجة أن أنا أشكر حضرتك، ولكن توجه حضرتك بعمل المرحلة الثالثة وهي أهى وإدفينا وشفنا مدى التقدم فيها برضو جزء متكامل مع هذا المجمع العظيم اللي هو يستطيع أن احنا نقول عليه أكبر مجمع للصناعات الغذائية ليس في جمهورية مصر العربية ولكن في إقليمنا اللي موجودين احنا فيه. فهذه إضافة، هذه الإضافة بتؤثر في الناحية التجارية إنه هو هيتيح هذه السلع للسوق المحلي وكذلك التصدير والمستقبل في التصدير حتى نقلل من الفجوة الدولارية اللي موجودة، وبمثل هذه الجودة وبمثل هذا الإنتاج نحن متأكدين إن ما نستطيع أن نصدره هيكون في زيادة مستمرة. النقطة الأساسية في ذلك أنا بتكلم من الناحية الفنية ومن الناحية الإنتاجية، ولكن كل هذا هي منتجات للمواطن المصري. لو جينا بصينا للمكرونة، لو جينا بصينا للبسكويت، لو بصينا للخبز، لو جينا بصينا بعد كده للألبان، لو للجبن، للحلاوة الطحينية، لكذا، لكافة المنتجات حتى العصائر حتى المركزات، هي منتجات أساسية وتمثل سلع أساسية في الغذاء للمواطن المصري. فطبعا عشان نعرف قيمة الشيء نفترض أنه هو ما كانش موجود، وإحنا كنا بالقريب العاجل منذ 3 سنوات فقط هذا الصرح لم يكن موجود،
والجميع يعلم ماذا كانت مشاكل الوجبة الغذائية. لم يكن يتم فصل دراسي إلا بمستشفيات وقصة وأولادنا، مش عايز أذكر هذه الأمور بس عشان نشعر بمدى القيمة المضافة لذلك. النهاردة بينتج هذا المجمع الوجبة المدرسية مؤمنة جيدة من ناحية القيمة الغذائية، وكذلك ليس فقط الإنتاج والتعب الكبير جدا اللي تم لوضع سلاسل الإمداد والتوزيع ده لوحده قيمة. ويمكن أنا شرفت أن حضرتك كنت ترأس هذا الاجتماع، ووجهت أن الموضوع مش هنديه لناس توزع، لا، لابد أن يكون هناك حوكمة وضوابط. وبان هنا الباركود والقراية ووصلت فين في المدرسة وراحت فين وتوزعت ازاي، فاحنا بنتكلم على منظومة حقيقية لها درجة كبيرة من الحوكمة. وزي ما سيادتك قلت اهو خلاص عملنا الوجبات المدرسية، فأي مشاركة تيجي ولكن أمننا هذه المنظومة الهامة. لو جينا نبص للبسكويت اللي احنا مثلا قد يبدو انه حاجة بسيطة، لا، ده صناعة ليست من السهلة، وبينتج حوالي اكتر من 40 نوع، وهذه المنتجات في كل الاعمار سواء الاطفال سواء رياض الاطفال سواء كذا. والاهم من ده انه هو يمثل قيمة غذائية جيدة ومنضبط من نواحي سلامة الغذاء. المخبوزات شفنا كل انواع العيش ومنه حتى العيش البلدي، وبالتالي بيزيد ذلك من المعروض في الأسواق. وإذا كان لي أن أنا أتكلم حتى يمكن أن نتحكم في الأسواق وفي الأسعار، لابد من زيادة الإتاحة، الإتاحة 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 بجودة جيدة، هنا ساعتها هنضبط الأسعار. لما نبص بقى لأكبر إضافة حقيقة هو منتج المكرونة، نجد أن هذا المنتج أدى واجبه وعلى أكثر وجه، لسبب النص الثاني من 2022 كان هناك أزمة في الرز في آخر الموسم قبل أغسطس، من يوليا لسبتمبر. لولا وجود سايلو فودز والضخ الكبير اللي تم أكثر من 20,000 طن في الأشهر اللي حصل فيها دي، ما كانش في بديل إلا أن احنا ندي جودة عالية من المكرونة حتى تكون بديل للرز. ليس فقط مع زيادة أسعار القمح اللي وصلت لأكثر من 50، النهاردة يمكن 30% من الأسعار ما قبل كورونا، إنما وصلت لأكثر من 50%، استطعنا بالتعاون مع سايلو فود أن احنا نتيح القمح بأسعار معينة، الدقيق بأسعار معينة، وإنتاج المكرونة النهاردة بنتكلم على 8 من 10 كيلو لم يزد عن 12 جنيه والمناظر له في الأسواق 14 و15 جنيه. وجود مثل هذا الصرح العملاق استطعنا أن احنا نقلل هذا. هذه الأمثلة ستتم وجودها في الألبان والجبن وكافة المنتجات. فهذا الصرح العظيم بيصب في الآخر لصالح المواطن المصري. وأسمح لي سيادة الرئيس بالنيابة بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة العاملين في قطاع التجارة الداخلية والتموين، نتقدم بخالص الشكر لسيادتكم لدعمكم المستمر، وكذلك وجود مثل هذه الكيانات العملاقة التي تساعد في توفير هذه السلع الأساسية الجيدة وبأسعار مناسبة لجمهور بنخدمه. احنا بنخدم اكتر من 64 مليون مواطن في بطاقات التموين، وبنخدم اكتر من 71 مليون في العيش. فلكم كل الشكر والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.